مساء الخير على عشاق القلعة الحمراء نادي القرن. أهلا بيكم في برنامجكم الجديد المجري. نكون موجودين معاكم إن شاء الله لو لنا عمر كل يوم سبت سهرة خاصة في برنامج المجري، هنستضيف فيه كل النجوم اللي أسعدوا جماهير الكرة المصرية أو أي رياضة أخرى في الرياضات المصرية. إحنا برنامجنا ده إحنا مع حد ولا ضد حد ولا مع التعصب، إحنا برنامجنا إن شاء الله هنحاول نسعد بكل الجماهير الكرة المصرية. طبعا شعور مختلف تماما، أنا مهما قلت لكم اللي جوايا شعور مختلف تماما، إن أنا دلوقتي في بيتي ده شيء رائع ما أقدرش أتكلم فيه عشان أقدم فيه أي شيء يسعد بيه الجماهير، جماهير القلعة الحمراء وجماهير مصر بصفة عامة، الجماهير اللي هي عملت مصطفى عبده واللي عملت نجوم كتيرة جدا على مستوى الساحة الرياضية. وشيء أحلى وأحلى كمان لما تبقى موجود في بيتك بين جدرانه، بيتك اللي تربيت فيه وأنا لاعب وأصبحت فيه الحمد لله فضل من ربنا نجم، والنجم ده ما جاش بسهولة زي ما أنتم كنتم متخيلين، ده بفضل ربنا وفضل جماهير النادي الأهلي وفضل المسؤولين في النادي الأهلي اللي بقيت مصطفى عبده. انا يعني عندي كلام كتير جدا عاوز اقوله في الفتره الاولانيه ديت ان انا بظهر في البرنامج. النادي ده مش بيتي بس، ده النادي الاهلي ده اصحابي وعيلتي وكل حياتي كلها، مش مجرد ان انا عضو في النادي الاهلي بحمل كارنيه الاهلي بس، لا انا ده شرف كبير ليا ان انا بحمل كارنيه النادي الاهلي، ده حاجه فوق الوصف ان انا ابقى موجود في بيتي اقول اللي انا عايز اقوله بس في حدود ما اطلعش عن حدود، وهبقى موجود مع جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي وحشني. انا طبعا ما بعدتش عن جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي انا معاها على طول، بس هبقى موجود معاها ان شاء الله من خلال برنامج المجري في افراحه وفي كل البطولات اللي حققها النادي الاهلي ان شاء الله مع الجماهير اللي هي صنعت هذا الكيان. فعلا جمهور النادي الاهلي ده اللي كان معانا على الحلوه وعلى المره، والنادي والجمهور ده اللي كان واقف معانا احنا كلاعبين وعمل صنع كيان النادي الاهلي. فان شاء الرحمن ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نقدم شيء نسعدكم بيه على شاشة قناة النادي الأهلي مع المجري، هيبقى كل يوم سبت الساعة 11 بالليل في سهرة خاصة مع المجري، هتشوفوا فيها نجوم كتيرة جدا سواء في عالم الرياضة في عالم السياسة في عالم الفن، هتشوفوا فيها حاجات ما شفتهاش قبل كده. عشان كده يمكن أنا اتأخرت شوية في ظهوري في البرنامج، وأنا لما قلت النادي الأهلي مش مجرد نادي، لا ده بيتي، بيتي اللي ليه فضل بعد ربنا عليا. فعشان كده إن شاء الرحمن هنقدر من خلال برنامجنا هنحاول إن احنا نسعدكم وإن احنا نجيب أحسن الضيوف السوبر ستارز في كل الألعاب. طبعًا النادي الأهلي ده في الأول، إنما سوبر ستار في كل الألعاب وسوبر ستار في كل الأندية الموجودة، مش عاوز أذكر اسم نادي عشان ما انساش، لكن إن شاء الرحمن هنكون معاكم في سهرة خاصة مع المجري. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوفقنا يكون عند حسن ظنكم زي ما كنتوا وقفتوا معايا وانا لاعب وكبرتوا اسم المجري، اتمنى ان شاء الرحمن انك تقفوا معايا ان البرنامج ينجح وينجح بيكم وبكل الناس الكاست اللي موجود في القناه وكل القائمين على القناه اللي فعلا قايمين مجهود كبير قوي 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 عشان يظهروا الصوره اللي انتوا حضراتكم شايفينها ديت، فاتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق.